وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف عميد بلدية غريان يوسف الديري. سيد يوسف أرحب بك. مساء الخير. نعم سيد يوسف، يعني لو تطلعنا أكثر، من هو عمر أبو زيد وكيف تم استهدافه من قبل الطيران المسير التابع لمجرم الحرب حفتر؟ في البداية نترحم على روح شهدائنا وندعو بالشفاء العاجل لجرحانا والعودة للمفقودين. الفقيد عمر بهلول أبو زيد أحد أبناء وشباب مدينة غريان، كان له دور بارز جدا جدا بعد 4/4 وقبل 4/4، لكن الملفت كان عمله الدؤوب على طوال ساعات في اليوم حتى في الليل، يعمل على مساعدة الأسر النازحة ومساعدة الأسر الفقيرة في مدينة غريان، سواء أثناء وجودنا في طرابلس بعد 4/4 وبعد عودتنا. كان لي مجهود كبير جدا جدا وملموس، وكان تولى في الفترة الأخيرة رئاسة صندوق إدارة صندوق التكافل الاجتماعي اللي تم تأسيسه من بلدية غريان لمساعدة الأسر الفقيرة وتجاوز المناسبات التي كانت تعاني منها الأسر من نقص سيولة ونقص أموال ومواد غذائية وغيرها، فكان يصل ليل بالنهار من أجل مساعدة هذه الأسر، وكان مجرد العرض عليه الأمر والمهمة فأصر أنه قادر على العمل ويسعده العمل الإنساني، وكان إنسان بكل ما تعني كلمة من معنى. في اليوم في تقريبا 22 أو يوم 20 مايو الماضي تعرض برفقة مجموعة ستة من الشهداء يتقبل الله برحمته ومجموعة أخرى من الجرحى، كان معهم أثناء إعلان حالة النفير قرب من جندوبة، فكانت إصابة مباشرة أصابته في الرأس وسمى إسعافها، لكن للأسف يعني عمره انتهى، فنسأل الله العلي القدير أن يتقبله من الشهداء وأن يعودنا فيه خيرا يعني. نعم سيد يوسف، يعني متى سيتم تشييع جثمان الشهيد عمر أبو زيد؟ بإذن الله فور وصول لجثمانه من تركيا التي نقل إليها للعلاج، وكنا متفائلين جدا بشفائه، لكن إرادة الله العلي القدير تقبله من الشهداء، فمجرد وصوله جثمانه سيتم تقرير موعد الصلاة عليه بإذن الله ومهاراته الثرى إن شاء الله. نعم عميد بلدية غريان سيد يوسف البديري كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.